بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتك مشاهدنا الكريم في رحلة رمضانية جديدة من رحلاتنا اليومية المتجددة من خلال برنامج الفقه وحياة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، ضيف الدائم البرنامج، سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وفقتم إن شاء الله. مشاهدنا الكريم على بركة الله نبدأ بالحلقة، وبعد قليل راح ننتقل إن شاء الله لفقرة استقبال مشاركاتكم، فاستعدنا الآن، حضر سؤالك ورقم الهاتف راح يطلع على الشاشة، بإمكانك أن تتصل وتطرح سؤالك ويجاب عن السؤال في نفس الحلقة بإذن الله تعالى. الآية المباركة سيدنا التي تم اختيارها هذا اليوم بإذن الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صدق الله العلي العظيم. تفضلوا سيدي. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال من الآيات التي تهزنا من الأعماق انصافا، من الآيات التي توقف الإنسان طويلا للتفكير والتأمل، أنه صدق هالشكل يعني. وبعض الشباب، بعض الأخوات، بعض الإخوة لا يصدق أو لا يتخيل على أنه ما يلفظ من قول، ما يصدر منه من فعل، من حركة، من رمشة عين، إلا وهي مسجل، إلا وهي مسجل. أعتقد جنابك توافقني، إلى قبل 20 سنة، إلى قبل 20 سنة، نعم، قبل ما تطلع هاي التليفونات الذكية والإنترنت، من كان يقول يا جماعة ترى كل شيء الله على حال يطلع يوم القيامة، والأشياء كلها على حال ننفضح فيها، ما كنا نتصور هالأمور. الآن أشوف الكاميرات الموجودة في الطرقات، في البيوت، في الشوارع، كيف تحصي حركة الناس وأعمال الناس، وحتى إيماءات الناس شلون تحصيها. والآن كاميرات تعرف الملامح، إذا تعرفت الملمح مثل ملامح وجهي تقدر تقول هذا الوجه وين كان وفي أي مكان كان وفي أي ساعة وفي أي دولة. وهي تقنيات المخلوق، فما بالك بصنع الخالق. أحسنت. فأقول يا جماعة، أنا أعتقد هذه التليفونات الذكية، هالكاميرات علي حال الذكية الموجودة، أعتقد كلها حجج وكلها إنذارات، أنه أيها الناس ترى إذا البشر إحنا جعلناه أن يصل إلى هذه المستويات، فالقضية عندنا أوضح، مو أجدي، ما أدري، فوق الأجدي راح تكون واضحة وستفضحون يوم القيامة. فديروا بالكم، ديروا بالكم. هنا قد الأخ يلبس عليه حال قبعة ويخلي اللثام حتى يروح يسرق الكاميرا اللي تأخذ الملامحة، نعم. يوم القيامة ماكو هالشكل شيء، يوم القيامة طريقة أخرى. يعني صدق واحد يقول يا سيدنا أخو غطي وجوهنا، يوم القيامة ماكو تغطية وجوه. اسمعوا لها الآيتين قبل هذه الآية اللي جناب الأستاذ قراها، استمعوا إليها. رب العالمين يقول أنا خلقتكم، رب العالمين يقول أنا خلقتكم وأنا أعرف كل تركيبتكم، كل تركيبتكم أعرفها، وشنو اللي يدور داخلكم أعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني هاي من سورة قاف، سورة قاف من السور الشباب ذا يردون أو الأخوات، سورة قاف من السور اللي تتكلم عن القيامة وعن القبر وعن الحساب وعن القضايا اللي ترتبط بينك وبين ربك، فهي إنصافا توجب الخشوع عند الإنسان. نعم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ندري هو شيميل وين يميل وين يروح وين يتوجه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. رب العالمين راد يعبر في التعبير
أنه أنا ترى أقرب شيء إليك. هو شو يقول؟ أقرب شيء للإنسان شنو؟ هذا هذا الإحنان اللي أنت في الواقع حسب تعبيرنا اللي المنطقة التي تفصل الرأس عن جسدك وهي في واقع المنطقة حسب تعبيرنا شو يسموه أنتو؟ فيصل وجودك رب العالمين في هالمنطقة هذه، يعني كتقريب رب العالمين في كل مكان، ولكن هو أقرب إلينا من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان، رب العالمين يقول أنا عندي كامرتين مهمة لكل إنسان، لكل إنسان، واحد على اليمين واحد على الشمال، شنو شغلهم؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني يسمون كرام الكاتبين، الكرام الكاتبين. نعم. شو يسوون؟ هاي الآية اللي قراها جناب الأخ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا أخواني يا شباب يا أصدقائنا، لا تتصوروا أنه تقاعد وراء الكيبورد، تقاعد وراء الموبايل وتكتب، ما حد يعرفك وما حاط اسمك، ما حاط صورتك أو اسم وهمي ما يعرفوك، أو أنت ولد تكتب اسم بنية، أنت بنية تكتب اسم ولد، هذا على الناس تمشي، بس رب العالمين حاط واحد هنا واحد هنا يراقبون شو تكتب وش تفكر. طبعا تفكيرنا احنا ما محاسبين عليه. نعم تفكيرنا محاسبين عليه إذا يعني تحول إلى أسلوب أو إلى سلوك. مثلا أنا أسيء الظن فيك، نعم إساءة الظن يعني في داخلي أنه أنت مو خوش لا سمح الله، وأرتب يعني أرتب على سوء ظني إجراء معين، هنا أنا أحاسب أن بعض الظن إثم. ولكن وحدة سوء الظن في سوء الظن سوء الظن أما واحد في باله أنه أنا ما أعتمد على فلان، هذا مو مشكلة، ولكن أن واقعا ترتب أثر على أن لا تعتمد عليه وأن تسيء إليه، هذا ما يجوز. فنحن تفكيرنا قد لا نعاقب عليه، ولكن اعرفوا أنه كل ما يدور في قلبنا وفي ما تكنه الصدور وما تخفي الصدور رب العالمين يعلم. لا تتصور أنه فلان منشور أنت أعجبت به ما حد يدري، ترى أنت بس ليش هذا؟ أنا قلت لك ما أدري أستاذ مرتضى، نعم سيدنا، يعني في التطبيق المجيب الإخوان القائمين على التطبيق يقول سيد إحنا ندري منو سأل وشنو سأل من أي مكان وش قد عمره وأي ساعة وشنو اهتماماته. هذه معلومات شلون يحصل عليها؟ يحصل عليه من كثر ما الإنسان يسأل، فيصير عندنا شنو؟ عندنا معلومة أن هذا الشخص وسواس أو غير وسواس، هذا اهتمامه في التجارة أو اهتمامه في الطهارة أو النجاسة، اهتمامه في الزواج أو اهتمامه في الدراسة. هذه إذا إحنا كتقنيات حديثة استطعنا أن، فكيف برب العالمين؟ كيف رب العالمين؟ الآن أول أمس قلتوا قضية الذكاء الصناعي، ها شو الذكاء الصناعي؟ ذكاء صناعي الآن أوجده البشر، كل شيء تريد هو يعطيك بحسب الحسابات والمعطيات اللي عنده. رب العالمين يا إخواني خالق هذه وقادر عليه وقادر على كل ما لم يخطر في بالك. فأنت الكائن الضعيف، الكائن على حال محدود في قدراتك وتفكيرك وعلمك وكل شيء، ما يقول جاهل، لا المحدود في قدراتك، لا تتصور أنه تقدر تمشي شيء ورب العالمين على حال حسب تعبيرنا تمشي عليه، لا مو هالشكل. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. رب العالمين، نعم سيدنا، رب العالمين على حال كل هذه الأمور سيواجهنا بها. يا رشيد قلت فلان يوم، قلت فلان حكاية، أقول يا رب صدق أنا قلتها بس اعتذرت، يا رب أنا اعتذرت واستغفرت وقلت، وهو يدري أنه اعتذرت بس يقول لي أنه أنا علي لا حال تخفى علي لا تخفى علي خافي. يا فلان مكان رحت وصديقك قال لك حرام لنطب، قلت له بس هالمرة، بعدين صديقك صار عليك
بعدين قلت ها يلا، وهذه كلها محسوبة إلك، أنه أنت وصلت إلى الغلط وتراجعت، أنت رحت وتذكرت. هذا التذكر هو مهم. أتذكر أحد الأخوة من الخليجيين كان يدرس طب في أمريكا وهو متدين، قصة حلوة يعني. هو قال لي، قال سيدي أنا عصامي، عصامي يعني إنصافا ما لا يزل ولا كذا في قضايا الجنسية. يقول بس سيدنا ضغطت علي القضية الجنسية كثير، وأنا في أمريكا وهذه في على حال في زمن يعني في الثمانينات كان يسولف لي، ما كان لا إنترنت ولا كذا بهالمعنى هذا. يقول جاء أمر بالتاكسي، شفت سينما فيلم على حال إباحي. يقول أخذني الشيطان، قلت له أبو التاكسي أوقف. يقول أصلاً كثير يروح مكان آخر، بس هذا شفته قلت أوقف. يقول رحت لأبو التكت أشتري بطاقة، يقول أعطيت الفلوس حتى أخذ البطاقة، لحظة واحدة لحظة واحدة اتذكرت أنه أنت وين رايح، أنت وين رايح، أنت الحسيني، أنت المسلم، أنت المتدين، وين رايح؟ يقول سيدنا لحظة الله شاهد، الفلوس قدمتها سحبتها خليتها بجيبي ورحت. يقول هذا الموقف جدا كان صعب علي ولكن جدا لذيذ، هو يعني يتلذذ به، يقول هذه فالنشوة صارت عندي نشوة انتصار. هذه حلاوة الإيمان سيدنا. أحسنتم، نشوة انتصار، انتصرت على الشيطان، مرخت أنفه. شبابنا أكو روايات أنه العبد الشاب، الشاب خصوصا إذا قام لصلاته، قال ها وقت الصلاة قام لصلاته. الروايات عندنا أن الشيطان يمرغ أنفه في التراب، يقول ما عساه أن يقوم للصلاة، يضوج الشيطان يشوف شاب يقوم للصلاة. أو رب العالمين يباهي ملائكة، رب العالمين يتباهى شنو يتباهى؟ رب العالمين هو الغني، هو الغني، غني عن كل شيء يعني صافا ومن كل شيء، بس لما يشوف عبده عاصي، عاصي شاب عاصي بالليل يقوم يفرش سجادته حتى يوقف، استغفر لك وأتوب إليك يا ربي العاف. يقول رب العالمين يقول لملائكتي، يا ملائكتي انظروا لعبدي هذا، انظروا للشاب هذا كيف عصاني في النهار ويقف في الليل يستغفر لي، وقد ترك نومه ترك راحته. شبابنا أعزائنا والله العظيم فرصة كبيرة جدا ورحمة إلهية عظيمة أمامنا، ولكن نحتاج إلى شيء واحد، تدرون شنو ذاك الشيء؟ إرادة. نعم أن لا نتكلم كلمة تسيء سيئنا ولا تسيء للآخرين. وما يلفظ من قول، هاي تعليقاتكم ديروا بالكم عليها يا شباب، تعليقاتكم على الصفحات ديروا بالكم، إعجاباتك دير بالك، ترى مو كل شيء تعجب به وكذا، لأن هذا يوم القيامة تكون ممن شنو؟ ممن رضيته. هاي المشكلة رضيتهم، فد مشكلة أستاذ مرتضى. نعم سيدنا. من رضي بعمل قوم حشر معهم، رضي بعمل قوم، يعني الذين يرضون بعمل صدام يحشرون مع صدام واقعا. فديروا بالكم، لا ماكل لا شارب لا ضارب لا كذا، صدام وجماعته وزبانية لعنة الله عليهم عاثوا في الأرض فساد، انت ما سويت شيء، بس لأنك ترضى بعمله، ترضى وتترضى عليهم وتقول رضي الله عنه، أو أنه مثلا يا ريت يجي ذاك الزمن، هذه كلها تحسب عليك. نعم أنت مشكلة عندك، أنت ما أدري مأذينك، أكو فاسدين كذا، بس هذا ليس مبررا على أن تتمنى الباطل وتكون مع الباطل وترضى بالباطل. الله يوفقكم إن شاء الله. اللهم آمين. أحسنتم سيدنا، أحسنتم الإشارة، صراحة كانت إشارات بليغة جدا فيما يرتبط بالتوبة واستشعار الرقيب. شكرا جزيلا سيدنا. إذن على بركة الله ندخل إلى مجال استقبال مشاركاتكم إخوتي الكرام، وأول متصلين الحاج هادي، تفضل يا حاج هادي. شكرا سيدنا مولاي، حياكم الله. يا أهلا وسهلا، تفضل. أنا نجمة عندنا فلب عزوتي عندنا إعادة الأمراض الفجر الكلوي، نعم فيصير فضلا نعطيها ان شاء الله. تسمع الجواب اخي الكريم.
إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم الحاج هادي، تحياتنا له وشكرا جزيلا. زكاة الفطر. عندنا اتصال من محمد، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم، رمضان كريم، صيام مفطور. عليكم السلام، علينا وعليكم، إن شاء الله يتقبل من الجميع أخي محمد. الله يسلمكم. عندي سؤال من جلاله السيد. تفضل أخي. بس نصينا التلفزيون محمد قاعد يأثر على اتصالك، يعني اكتم الصوت تماما أو أنت غير مكانك، روح بعيد عنه. تفضل. أنا تزوجت قبل 3-4 سنوات يعني من امرأة صالحة، والحمد لله يعني عايشين بخير وسلامة، ومواظبين على الصلاة والصيام والقرآن إلى آخره. سؤالي هو، أنا حاليا وضعي يساعدني إنه أنجب أطفال باعتبار يعني ساكن إيجار إلى آخره، هذه الأمور المعيشية. نعم. العالم او الاهل او اهلهم يضغطون علي بقضيه الانجاب، وانا رفض هذه الفكره لحد ما اتمكن. اكو اشكال عندي او لا؟ عندك اطفال اصلا او لا؟ ما عندي اطفال. ما عندك لا. اطفال؟ لا 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 ما عندي. صار لك 4 سنوات متزوج؟ بلى بلى، صار 4 سنوات واني رافض يعني فكره الاطفال حاليا بسبب الوضع المادي. منو محمد؟ محمد نعم. شرعيا هذا محمد، انا راح اتكلم كلام حبيبي، راح اتكلم معاك كلام، حاول ان شويه تركز عليه. واضح حبيبي؟ شكرا. حياك الله محمد، شكرا جزيلا على اتصالك، وتسمع ان شاء الله الاجابه والتوجيه من السيد فيما يرتبط بهل علي اشكال شرعي او لا، وهناك امور اخرى راح تسمعها ان شاء الله تعالى. عندنا اتصال من مهدي، تفضل اخي الكريم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. مولاي الكريم، حبيت أسألك يعني عن السفر أثناء رمضان، خلال رمضان. نعم. يقولون أكثر من 25 يوم ما يوجب الصيام، إحنا سافرنا أكثر من يوم يومين برمضان سافرنا. نعم. وأكثر من 25 كيلو، وكنا ماسكين لحد ما رجعنا عندنا معاملة حكمت علينا نسافر برمضان. نعم. زين، سافرتوا قبل الظهر وبعد الظهر؟ لا لا، حكم علينا يومين، أذن علينا الأذان خارج 25 كيلو تقريبا. الآن الظهر. واضح. نعم، إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم، تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا الأخ مهدي. نكمل وياكم مشاهدين الكرام، عندنا اتصال من الأخ حيدر، تفضل يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نزل عندي مشاكل في المجال البولية وكذا، والتهابات. نعم. مسموح لي افطر بعد على صيامي. زين، سؤال اخي الكريم، العفو سيداتكم. لا تفضلوا اسالوا. سؤال اخي الكريم، هذه المشاكل الصحيه اللي تعاني من عندها تمنعك من الصوم؟ يعني اكو ضرر شديد عليك اذا صمت؟ لا لا، فهو لازم احتاج سوائل، هو ماكو ضرر، فاحتاج سوائل. بلي بلي. واضح، ان شاء الله تسمع الجواب اخي الكريم حيدر، ربي يمن عليك بالعافيه ان شاء الله، شكرا جزيلا لك. إذا بعدنا متواصلين في استقبال المشاركات، عندنا اتصال من أبو حسين، تفضل يا أبو حسين. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله أخي. عندي سؤال يا جناب السيد. تفضلوا. السؤال الأول، شنو الفرق بين المتسول يعني هذا اللي قاعد بشارة مرة كبيرة رجال كبير، نعم، وبين هذا اللي يدق الباب يقول أنا سائل فقير؟ والسؤال الثاني، نعم، اقدر اعرف الهديه مالت الختمه، واحد يسوي ختمه بالنيابه يهديها الاموات، شقد يعني المبلغ بدون زحمه؟ ان شاء الله تسمع الجواب. جزاكم الله. بس بالنسبه للسؤال الاول سيدنا، عندكم استيضاح لو يعني عارف. شنو المره كبيره قاعده يتسول في الشارع؟ نشوف فقراء، نشوف محتاجين يعني بالشارع، التقاطعات بني. يعني يستحقون صدقه، او واحد يطي من باب الانسانيه يعني. صح. ما معطيها شيء يغنيها ألفية مثلا. نعم. وشنو فرقه عن هذا اللي يسال يدق الباب؟ واما السائل فلا تنهار، فما نحصل هيك ميلان انه رد واحد او غير شيء. ان شاء الله انا عندي كلام ان شاء الله اسمعه بشكل واضح، الكلام في هذا المجال وظاهره التسول.
خدمتكم. شكرا جزيلا أخي أبو حسين، تحياتي لحضرتك وشكرا على سؤالك، وراح تسمع إن شاء الله الإجابة على كليهما بإذن الله تعالى. متواصل وياك مشاهدنا الكريم، لا تنسى الاشتراك بتطبيق المجيب الموجود الكود الخاص به أسفل الشاشة، افتح كاميرا الموبايل على هذا التطبيق وانضم إليه وستستفيد كثيرا بإذن الله تعالى. بعد اتصال الأخ أبو حسين نذهب إلى شنو؟ رسالة صوتية. هو لحد الآن يعني البداية من البداية. السلام عليكم سيدنا، ابني خامس ابتدائي يريد يصوم، أنا مرات يعني ما أخلي يصوم، مرات هو يظل يبكي إلا يصوم. هو لحد الآن يعني علامات البلور ما ظهر عنده، بس هو ظل يبكي إلا يصوم، هو رح المدرسة ويرجع المدرسة يعني حتى وجهه أصفر وضعيف، أنا مرات أفطره يعني ورا الأذان، هل هذا الشيء حلال أم حرام؟ السؤال الثاني، أنا يصير عندي هبوط بالصيام، فمن أقضي يعني أقضي القضاء مع شهر رمضان بالأيام العادية؟ مرات أصل مرحلة إن كلش أتعب، يعني آلام تصير عندي براسي كلش مو طبيعية بحيث ما أقدر أتحمله، فأضطر إنه آخذ مسكنات بس بدون ما يعني أشرب مجرد إنه أريد أتخلص من الألم اللي صار عندي، أرجع أقضي مرة ثانية يعني غير يوم. زين هذا اليوم اللي شربت فيه الحباية هل لازم ادفع بيه كفاره اي لو عادي يعني؟ رحمه الله والديك. جيد، تحياتنا اختي الكريمه، شكرا جزيلا، اسئله واعيه وجيده. احسنت، احسنتم سيدنا. ام فلاح اختي الكريمه تفضلي. ما يعني انا خليت في البيوت او نعم يا ابني يا اختي بس خليتي مو واضح خنقتها اي يعني انا الحمد لله تعب وبعد كذي وعندك قصة في الفمي قطعت الجيوم ميت الخامسة تعطيني الجواب. واضح سؤالك، صوت مو واضح ام فلاح، عيدي عيدي لي السؤال على كيف ايش خلي افتهمه، الصوت مو كلش واضح، عيدي لي السؤال. اي عيدي عيدي نعم عيدي. ايه ابنية ايش بيها خنكتيها؟ خنكتها لأنه متعم من طريق تعب الغاب والسفر عندهم جدوا تسليم وهو مو واضح الصوت ابدا. تحياتنا للاخت ام فلاح، ان شاء الله تعاود الاتصال مره ثانيه، حتى لو تتصلي من غير رقم لانه حسب الظاهر اكو مشكله بالشبكه عندك، تصلي من غير رقم لانه انا ما قاعد افهم السؤال بشكل واضح يعني. تحياتنا للاخت ام فلاح. ام علي تفضلي اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سيدنا عندي قطعة أرض. نعم. عندي قطعة أرض، عندي أسجلها الأيتام، الأيتام هم من يعني ثقافي وقبلتي. ماني ربيتهم يعني 6 سنوات ربيتهم. أمي متوسط وربيتهم. فالنبي قال لي قبل ليش السجين يسمونه؟ وعندي كنت أقول لك عيتم أبوي. فأنا يعني ما أنا لبيتهم 6 سنوات ربيتهم يعني قصدي ربيعة إجت 10 سنوات 10 أشهر وكبرت ما شاء الله في الرعب يعني ومن قد إحبابي لما تكون المال هل صحيح من حرم قليل؟ شوفي انا ام علي راح احكي اللي فهمته من اتصال شان هم كلش واضح، اذا صح انا فاهمه واذا مو صح صححي لي. عندك قطعه ارض تريدين تسجليها باسماء ايتام من اقاربك انت ربيتيهم، فتسالين هذا يصير لو ما يصير، صح هذا سؤالك؟ ام علي تسمعيني؟ اي اسمع. سؤالك هو عندك قطعة أرض تريدين تسجليها بأسماء أطفال أيتام من أقاربك أنت ربيتيهم، يصير هذا لو ما يصير؟ هذا سؤال اسمه ابن بنتي متوفية شابة وماتت وقافت إلى 4 أنا ربيتهم 6 سنوات ربيتهم. فسؤالك أنه يصير لو ما يصير؟ سؤالك أنه يصير لو ما يصير أسجلها باسمهم؟ إي يصير أسجلها باسمهم لأن الملدي احترضوا لأن الملدي شنو تسجلها باسمهم؟ واضح إن شاء الله. إن شاء الله تسمعين الجواب، بارك الله فيك والله يحفظك إن شاء الله. ماذا قال الرسول عن كافلي الأيتام سيدنا؟ أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين مو كهاتين كهاتين.
نفس المنزلة يعني. إيه يعني نفس المستوى. نفس المستوى. مبارك للأخت أم علي. عندنا اتصال من من؟ أم علي أخرى. تفضلي أختي الكريمة. ألو. تفضلي. أنا أود الصلاة عن سيدة دسل. نعم. ما أقدر يعني ما أقدر أقعد بالصلاة وأنا ما عندي دكتور. نعم. أدي القرآن. يعني وأحب أقرأ القرآن، يعني أصير القرآن نايمة، قريت القرآن يعني عادي. واضح واضح واضح. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة، شكرا جزيلا. يصير أقرأ قرآن وأني مستلقية. عندنا وقت الاستقبال؟ إيه عندنا 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 فد سؤالين بعد أو أكثر يجوز. خمس دقائق عندنا مني. أي نعم. عندنا رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم. سؤالي لجنابكم حول عمرة هذا الشهر، تنطلق يوم 27 رمضان. فما حكم الصيام؟ جزاكم الله خير. هاي أمس وصلتنا سيدنا الرسالة واليوم عرضت يعني. واضح. الانطلاق يوم 27 اليوم يعني. حكم الصيام. تمام. عندنا سؤال آخر نسمعه. السلام عليكم سيدنا، رمضان كريم. سيدنا عندنا الحجية طلع اسمها للحج قبل كورونا. فبسبب انه ذيك الفترة ما كان اكو حج، تأجلت على هاي السنة ان شاء الله. هي مشتري احرام الصلاة يعني من قبل، هسه تروح بيه شنو تسوي؟ تخمسها، تغيرها، شنو الاجراءات اللي تسويها للاحرام؟ جيد. احرام الحج تخمسها. ام فلاح عودة الاتصال، خليني نسمعها بلكي يصير اوضح صوتها. تفضلي ام فلاح. تفضلي. الو السلام عليكم. هاي غير ام فلاح. عليكم السلام ورحمه الله. صوت واضح؟ ان شاء الله واضح. تفضلي. واضح. سيدي زوجي ام زوجي دوبو من كانت عدل يعني من كانت تابع عدل ما طار على دوبت عليها ودوبو ماتت. انقلبت عليها وهي ما تدري يعني. اي ما تدري. دوبو ادري وانا في الطفل قلبت عليه. ايش قد عمرها الطفله؟ ايش قد عمرها الطفله؟ ما طالع الاربعين. ما طالع الاربعين. الطفله صغيره. زوجها ما يرضى يبيها وبنا. زوجها شنو؟ ما يرضى يبيها وبنا وتقول انا مو ادري. استشرعت دوا وستر ان تحطين 12 يوم. لا اله الا الله. اي تقول هسه انا مو ادري بهاي الحاله اتاثر. هي غافيه هي ونايمه صح؟ هي غافيه من قلبها على الطفل وعلى الطفله وبنتها. اي تقول ما ادري يقول انا كنت اسعد وهاو يعني الدجال. نعم. هسه ان شاء الله تسمع الجواب. ان شاء الله تسمع الجواب. تحياتنا يا اختي الكريمه وشكرا جزيلا، وتحياتنا للحاجه ام فلاح. ناخذ اتصال اخير او رساله صوتيه اخيره. ناخذ اتصال اذا كان الاتصال جاهز. رسالة، يلا رسالة وبعدين اتصال. تفضل. السلام عليكم سيدنا. أنا طالبة صف رابع إعدادي. أنا أعاني من ألم شديد برأسي، وهذا المرض مزمن ويصل إلى حالات الإغماء، وبسبب المرض لا أقدر على الدراسة وحتى الصيام، وبسبب سوء حالتي وهذا الألم مستمر ليل مع نهار، فهل يجوز لي الإفطار مع الشكر؟ عافاك الله. الله يعافيها إن شاء الله. تحياتنا وشكرا جزيلا. إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة والمشاركات، ونكرر ترحابنا بسماحة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيدنا وشكرا على الله. إجاباتكم ووقتكم. الله يبارك فيكم، حياكم الله. الحاج هاني سيد أو حاج هادي عفوا يسأل يقول يصير زكاة الفطرة نعطيها للفرق التطوعية الخيرية اللي تعالج المرضى؟ زكاة الفطرة تعطى للمرضى أو المؤسسات هاي الفرق مال يعني فرق خيرية سيدنا؟ لا يمكن إعطائها إلا بإجازة الحاكم الشرعي أو إجازة نفس الفقراء. يعني نفس الفقراء يقول إحنا نعطيك تخويل أنه حقنا تطيل فلان، بس هذه ما نقدر نحصل عليها. فزكاة الفطرة لا تعطى لشركات أو جماعات أو منظمات إلا بإذن الحاكم الشرعي، فلا بد أن نعطيه إلى المستحق نفسه. زين سيد، إذا كانت الفرق هي تدليهم على المحتاجين وهم يروحون ينطوها للمحتاجين. ممتاز. أنا إذا أنطي قال يا أكو هنا واحد عنده فشل كلوي ومسكين وكذا، ما في مشكلة. ولكن إخواني
يعرفوا أن زكاة الفطر ليست مبالغ يعني عالية، يعني العائلة ذات مثلا 5 نفرات 12,000 ونص يعني مو كثير يعني، ولكن إذا اجتمعت طبعا تزداد يعني. إذا اجتمعت سيدنا 5 نفرات على 2500 دينار 12,500 يصير بني. نعم 12,500. نعم. طيب الأخ محمد سيدنا تزوج أو صار متزوج من 4 سنوات ويقول وضعي المادي خلاني يعني ما أفكر بالإنجاب هذه الفترة، بعض الناس يقولوا لي حرام، تعليقكم سيدنا. أنا شاكر للأخ محمد على اتصاله. شوف حبيبي محمد، أنا هواية أشوف بعض الشباب عندهم هالشكل حالة، أنه إذا ما عندي وظيفة، إذا ما عندي بيت، وإذا ما يصير عندي بيت ما أجيب أولاد كذا. شوف حبيبي، رب العالمين عنده آيتين بالكتاب العزيز، آيتان عن هذا الموضوع سيد، عن هذا الموضوع. نعم راح يقول عجيبة يعني صدق عنها بني. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. آية أخرى، ولا تقتلوا أولادكم خشية من إملاق، لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الآية الأولى نرزقهم وإياكم، آية الأخرى نرزقكم وإياهم. نعم. شو يريد يقول رب العالمين؟ الإملاق يعني الفقر. يقول لا أنتم تمنعون أنفسكم من الأطفال أو عندكم أطفال تقتلوهم أو ذبيه، تقول ذبيه، ليش أذبه؟ لأن ما عندنا، ما عندنا إحنا، خلي يصير عندنا ونجيب أولاد. الله يقول يا جماعة رزق بيدك لو بيدي، رزق بيدك لو بيدي، إذا بيدي أنت ليش مهتم؟ أنا بيدي، ما من دابة إلا وعلى الله رزقه. نعم. مو تشيله لا محمد، أنا بس أريد إيمانك بالله بهذا المعنى شوية راجعة، صدق راجعة. لا سيدنا أنا ببيت إيجار وكذا. أولا بيت الإيجار شنو مشكلته يعني؟ وهذا الطفل من يجي يعني تصور أنه راح يأخذ من فلوس الإيجار مالتك أو راح رب، أنا أقول هذه عن بينة يعني أنا بعيني شايفها، مو أنه واحد قايل لي. رب طفل يأتي هو سبب رزق، هو سبب يعني يفتح الله عليك أبواب الرزق ببركة هذا الطفل أو الطفلة، واقع يعني حسب تعبير العراقيين يقول بعين هذا الطفل أو على حال بقصته الله رزقه. هاي مجربة سيد، مجربة واقع هذه، ورب العالمين يريد يختبرك، يخليك بضيق بضيق. شو وقت أنت تتوكل عليه؟ شو وقت أنت تعتمد عليه؟ لا تعتمد على عضلاتك وعلى شغلك وعلى راتبك، اعتمد عليه هو هو هو. 4 سنوات ما عندك أطفال ليش؟ والناس الآن الله شاهد يتمنون، يقول سيدنا الله يخليك صار لي 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة ما عندي طفل، ادعي لي بالذرية، وأنت حسب تعبيرنا تتعالى على القضية. لا أنا ما أريد، إذا الله ما يعطيني سوي أطفال. وهذا أولا يفرح رسول الله، يفرح رسول الله. بسم الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا 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 فإني مباهن بكم الأمم. وحي يقول سيدنا نتناسلوا وأطفال وما عدي، بابا رب العالمين هو الذي يرزق. وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. سيدنا هذا ما ينسحب على العوائل اللي عندها فد 7 8 9 أطفال وهو وضع المادي كل شيء وينجب بعد مثلا. أشوفوا أكو، أنا هذا كلام متكلم عنه يعني، أنه أكو شيء اسمه توازن، تعقل وتوازن حساب، مو أنه أنا ما أنجب لأنهم قاعد ببيت إيجار. أنا مخالف، وهذه تتنافى مع تعاليم الدين. توكل على الله، اجعل عينك بعين الله، ويصير عندك ذرية. ومن قال أنه أنت راح تبقى بعد 2 سنين حتى يبقى لك ذرية ويبقى لك أولاد؟ أنت على حال توكل على الله، ارضي والديك، والديك يرتاحون يشوفون نسلك، يشوفون أولادك، يتقر عينهم، وهذا يفرح رسول الله بلا إشكال. أحسنتم سيدنا. الحالة الثانية من التوازن ما أشرت لها سيدنا، طبيعي الآن هذا بتكلم عنه، أنه لا يصير أنه والله مسابقات، أنا أجيب وهذا أختي جابت 7 وأنا خلي أجيب 8، هذا مو صحيح. ونلقيهم في الشوارع، لابد أن تكون هناك عملية تنظيم، وهي رأيي أنا،
نجيب طفل يعني طفلة وطفل يعني الطفلين واحد ولا الثاني حسب تعبيرنا فات 5 سنوات ذول يكبرون مع بعض مع بعض يكبرون يروحون المدرسة نجيب 2 آخرين وهكذا شوف ذول الصغار يحصلون واحد يعني يسلي الآخر والكبار أيضا راح يساعدون أمهم بعد ما يكونوا شنو مستوى الصف الأول الابتدائي كذا وهذا حسب تعبيرنا بعد 15 سنة عندك 6 أطفال وبهدوء ومرتب ونفس الوقت هم مراعي جوانب النفسية والصحية للعائلة. أحسنتم سيدنا. الأخ مهدي سأل قال يقولون السفر يقولون السفر أثناء رمضان أكثر من 25 يوم ما يوجب الصيام. هو يقول 25 كيلومتر يعني اشتبه 25 كيلومتر. فيقول إحنا سافرنا يوم يومين والسفر صار بعد أذان الظهر. لا حجي شوف أنت من تسافر من تروح منطقة أبعد من آخر يعني من تطلع من مدينتك تطلع من عدها وتحسب الحساب مثلا 22 كيلومتر 23 كيلومتر من تحسب الحساب هناك وتكون هناك وترجع يعني أنت رحت سفر لأن الروح 22 وجاي 22 صار 44 فأنت راح تفطر تقول مو أنا شلون أخي ما دام مسافر ما يصير تصوم فأنت معذور بس سيدنا عفوا هو وراء أذان الظهر طلع بل أنت معذور إذا تطلع قبل الظهر أنت معذور وصومك شنو باطل تقول لا سيدنا أنا طلعت بعد الظهر أكو فاتحة رحت لها 30 كيلومتر 25 كيلومتر رحت لها وجيت ويوم الثاني رحت الفاتحة مرة لا تبقى على صيامك بعد الظهر تبقى على صيامك أما قبل الظهر وما ترجع إلى أن يؤذن أذان الظهر صومك باطل يعني فقط قضاء عليك. سيدنا اللي فهمت من سؤاله راح بعد أذان الظهر وباتوا بذاك المكان وبعدين ورا يومين يلا رجعوا هل يومين هل يومين هل يومين تقضيهن بس قضاء عليك ما عليك كفارة. تمام سيدنا. الأخ حيدر عفوا سيدنا شلون يومين يقضيهن اليوم الأول هو راح بعد أذان الظهر مو يومين بقى هناك لا غير هذا اليوم يوم آخر إضافي فقط يوم يوم واحد. الأخ حيدر سيدنا عنده مشاكل صحية يعني تستدعي أن يشرب سوائل هواية فيقول هذا أنا أصوم لو ما أصوم. شوف حبيبي القضايا هذه الإنسان هو يقيمها. يقول أنا عندي التهابات بالمجاري البولية وكذا وأحتاج أن أشرب سوائل. إذا كان نفس الالتهابات بما هي التهابات وتحتاج أنه عليه حال تعالجها فلا ربط لها بالصوم لا ربط لها بالصوم كما أني رجلي ملتهبة أو ركبتي ملتهبة ما له ربط بالصوم. أما تقول لا هاي الالتهابات نحو التهابات أنه لابد أنا أشرب دائما سوائل حتى أتبول زايد وحتى علي حالة تعالج بها الطريقة. إذا كان هكذا فأنت معذور من الصوم ما دمت تحتاج إلى سوائل متكررة وبشكل زايد. نعم. بعض الناس سيدنا يقول أنا أقدر فترة الليل أشرب هذه السوائل وما تأثر علي. بعض الناس لا يحتاج هو الإنسان يقيم الأمور يقيم. الأخ أبو حسين سيدنا بالبداية طبعا سأل سؤالين يعني السؤال الأول قال عن الفرق بين المتسول اللي قاعد بالشارع وبين اللي يجي يطرق بابك ولما استوضحنا من عنده قال يعني يستحقون صدقة يقدر واحد ينطيهم معونة. شوف يا ابن الحلال وانت طيب يعني تقول خطية ذولة وأما السائلة فلا تنهر. شوفوا أما السائلة فلا تنهر كانت قضايا واضحة الفقير يتسول الآن صارت يا أخي العزيز اسم الكريم أبو حسين. الآن صارت أبو حسين صارت عصابات عصابات وجماعات يمتهنون يمتهنون يعني صارت مهنة عنده مهنة التسول وهذه في واقع الحال ضيعت علينا الفقير عن العصابة وعن الممتهن. أنا شخصيا سألت كم ذول الشباب اللي عليه حال بالطرقات قلت له أنت وشنو وين قام يخاف وكذا بعدين قال لي عمو أنا ما أقدر ما أتسول أكو واحد يراقبني ولازم أنا أتسول يعني أكو واحد يجمع ذول الأطفال وكذا وعصابة وروح تسولوا وجيبوا لي واستعمالات أيضا غلط وأخلاقية. فمشكلة التسول في واقع الحال أخذت بعد إجرامي أخذت بعد يعني اجتماعي خطير. فإحنا في واقع الحال لا نؤيد أنه هؤلاء تعطى الأموال لهم باعتبار أنه ماذا باعتبار أنهم محتاجون هؤلاء غير محتاجين. فاذهبوا إلى من يصفهم القرآن الكريم
نعم. القرآن الكريم يصف الفقراء أن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يقول هو فقير بس أنا لأن ما أعرف بحاله أتصور غني من كثرة التعفف، من كثرة أنه على حال يتنزه من مدي إيده. لذلك إحنا لازم نشخص من الفقراء، إحنا نشخص من الفقراء بيت فلان، فلان مكان، اليتيم الفلاني، الأرملة الفلانية، إحنا نعرفهم فإحنا نأخذ لهم، إحنا نعطيهم، لا نسمح لهؤلاء يطرقون أبوابنا. الله شاهد بعيني هذه رأيت، وإذا تبدونهم كاميرات بيتهم أطلعها، امرأة تنزل من التاكسي وتأخذ الشارع من الأول الشارع إلى آخر الشارع، وكل واحد يطيح 5 و3 و4، هاي في الواقع تطلع بتاكسي، طبعا تجي تاكسي وتروح تاكسي، فتلم 100-200 ألف في 2-3 ساعات. هذا تسول؟ هذا محتاجين؟ ذول ما محتاجين، ذول ممتهنين. وعدي قصص ما شاء الله في هذا المجال، ولا أريد أن على حال أخذ وقتكم في هذه. هو سأل سيدنا عن سائل فلا تنهر، ممكن يرد رد جميل بدون أن ينهر يعني سيدنا؟ الله يطيك. أحسن، الله يطيك، الله يطيك، خلاص. سأل سيدنا عن هدية الختمة بالنيابة. في واقع الحال هذا حسب الكرم، يعني صاحب هذا إيش قد يكرمه، يعني 100 ألف 200 ألف 250، هذا بعد حسب تكرمهم. ناس قراء قرآن ووضعهم تعبان نعطيهم حتى يقرون. بعض الأحيان توصلني مثلا أنا أجزه، مثلا واحد ذاك اليوم أرسل 500 ألف، قال هذه ختمة الوالدي، أنا جزأتها، أعطيت العائلة 100، قلت له أنت يقري 6 أجزاء، عائلة أخرى 6 أجزاء، كل واحدة 6 أجزاء، 500 ارتاحوا بها 5 عوائل. سيمكن يعني. الأخت الكريمة سألت سيدنا، إحدى الأخوات الكريمات برسالة صوتية، ابنها بالخامس ابتدائي يعني تقريبا عمره إما 11 سنة أو 12 سنة، بتقول علامات البلوغ ما واضحة عليه، يعني تقول مرات أفطره، هو يريد يصوم، مرات أفطره وراء الأذان، فهل عليه إشكال؟ هو يبكي أيضا يريد يصوم. حبيب قلبي، هذا الولد وأمثال الله يكثرهم إن شاء الله تعالى ويحببهم إنا ونهتم بهم أكثر. شوفي أختي الكريمة، أنا أشكرك شكر جزيل على رعايتك لهذا الولد، ولكن علميه، يعني لا يمنع أن نسلك معه طريقين. الطريق الأول نقول له ماما أكو شيء اسمه صوم العصافير، تذكرون صوم العصافير؟ نعم، أو صوم الدرجات. صوم العصافير، صوم الدرجات. شنو هذا صوم العصافير؟ أنه إحنا نسحر، يعني يسحر ويانا إلى الغداء، غدا يا غدا بعد ما يأكل شيء إلى المغرب، هذا صوم العصافير. هذا هم يفهمه أنه صوم العصافير أطفال، لا تقول أنت لا أنت ما مطلوب أنت كذا، هذا لا تكسرني خاطر. هذا أسلوب. أسلوب الآخر، خلي على حال ولو بالسبوع يومين خلي يصوم يتمرن، وهذا أمر طيب خصوصا أيام العطلة اللي ماكو مدرسة، خلي يصوم. قول ماما يوم اللي عندك مدرسة صوم العصافير، يوم اللي عطلة صومنا الحقيقي. ما أدري بس جيل هذا الوقت سيدنا يقتنع بصوم العصافير عمره 12 سنة؟ الله يوفق إن شاء الله. لا أنا أعتقد واقع الحال هم بس يردون أنه يتلونون بلون الكبار، جزاهم الله، الله يحفظهم إن شاء الله. طيب نفس الأخت سألت سيدنا تقول لي يصير عندي هبوط قوي وصداع شديد. نعم. ما في إشكال بنتي، تقول أخذ مسكنات سيدنا؟ ما في إشكال، بس أنت راح تفطرين وتقولي أن جاء قضية جزاك الله خير وعملك صحيح. لا شربي مي، يعني لا تشربي الحبة، شربي ويا مي، لأن أنت مضطرة لذلك. ما دام مضطرة لذلك فليس عليك حراما وليس عليك كفارة، وإنما عليك قضاء فقط. واضح بنتي؟ الله يعافيك. أحسنتم سيدنا. الأخت أم علي هي مراعية أيتام بنتها المتوفاة. نعم. فتقول يصير أكتب لهم عندي قطعة أرض أسجلها بأسمائهم، قالوا لي ما يصير. حجية شوفي هذا ما يصير. ليش يقول ما يصير؟ هذا يريد ينزله بجيبه، يريد خليل هي إله. قول أولاد بنتي ذولا وأيتام، أنا أريد أسجل شيء باسم أبو، عدهم أبو صحيح عدهم أبو، بس أنا أعطيهم. حجية تقدرين تعطين للغربة، تقدرين تعطين ما أدري للدار العجزة، تقدرين تعطين لأي واحد. أنت ما دام تملك شيء بحياتك تستطيع أن تعطي لأي أحد. نعم. شنو ما يصير؟ منو قال ما يصير؟ يصير وتحصلين ثواب عليه.
سجلي باسمهم أن هذه لفلان وفلان وفلان بالتساوي، سجليه حتى على حال لا أحد يستولي عليه هم لما يكبرون بيناتهم. طيب الأخت الكريمة أم علي سيدنا سألت عن الصلاة وعن قراءة القرآن، هي عندها مشاكل بالفقرات فتقول ما أقدر أقعد فترة طويلة، بالنسبة للقرآن أقدر وأني مستلقية، وسألت بالنسبة للصلاة أيضا. ما في إشكال بابا، ما في إشكال إذا كان الإنسان عليه حال يتأذى ويتعذر عليه الجلوس طويلا حتى عليه حال حتى يقرأ قرآن، ما في مشكلة يستلقي ويقرأ قرآن. بعض أحيانا رجلي كلش تأذيني فأمد رجلي وأقرأ قرآن، شنو اللي أسوي يعني؟ رب العالمين أخوي يدري أنا ما أريد أهينة استغفر الله ولا أريد أهتك القرآن، أنا عندي مشكلة صحية فلا إشكال في ذلك يا أختي ويا بنتي. أما الصلاة نفس الشيء، تقدرين تصلي أنت واقفة جيد، ما تقدرين تصلي أنت واقفة قعدي على الكرسي، ما تقدرين تصلي أنت قاعد على الكرسي صلي وأنت متمددة حسب قدرة الإنسان بينه وبين ربه. أحسنتم. إحدى الأخوات سيدة برسالة صوتية قال سألت عن الانطلاق في هذا الشهر للعمرة، فتسأل بالنسبة لحكم الصيام. إذا طلعت العمرة خلص بعد ما تقدرون تصومون، ليش؟ لأن أنتوا في حال سفر، يعني في المدينة راح تقول 5 أيام، في مكة 5 أيام، فما راح يصير، فأنتوا راح تفطرون هالأيام كلها وترجعون بالسلام إن شاء الله تعالى. رسالة صوتية أخرى من إحدى الأخوات تقول الحجية طلع اسمها بالحج قبل كورونا فتأجلت لهاي السنة، الإحرام ملات الحج شنو عليه خمس أو لا؟ إذا كان ثمن الإحرام اللي اشترته، ثمن الإحرام إذا كان مخمس واشترت الإحرام ما يحتاج تخمسي، إذا لا ابنها انطاها فلوس قال ماما رح اشتري إحرام، يعني فد فلوس جديدة جت إلها وراحت اشترت إحرام وما استعملته فتعلق به الخمس، فتخمس الإحرام إذا كانت فلوس الإحرام ما مخمسه، صار واضح؟ تخمس الإحرام إذا كانت فلوس الإحرام ما مخمسه، إذا كانت فلوس الإحرام مخمسه يعني هي مخمستها فما يحتاج تخمسه مرة أخرى. أحسنتم سيدنا. أحد الأخوات الحاجة أم فلاح الله ينطيها العافية تحكي عن شيء قديم وأذاها هواية سيدي، اللي هي لما كانت في بداية زواجها في وهي نايمة من قلب على بيتها الرضيعة اللي عمرها أقل من 40 يوم وتوفت الطفلة يعني، فتسأل على ذمتها، والسؤال الثاني إنه زوجها ما يبري لها ذمة لحد يومنا هذا. ما لحق زوجها ما يبري لها ذمة، زوجها ما لحق، ليش؟ لأنه الله من فوق سماواته السبع يقول رفع القلم كما قال النبي، رفع عن أمتي 9 عن النائم حتى يستيقظ. نعم. النائم ما مكلف، بس أنا بالنوم وضربت واحد وقتلته مثلا، أنا ما مكلف في النوم، ما مكلف الإنسان. فزوجي يقول أنا ما أبري ذنب، لا تبري ذنب، تمو يمك حتى هي القضية، الله سبحانه وتعالى يقول النائم ليس عليه تكليف. نعم. فزوجها خليه يغرد بكيفه يعني بالنسبة لها، فلا تتأذى يعني يظهرك وعنات، لا تتأذين، زوجك يبري ما يبري مو مهم، يعني أنت نايمة أنت والنايم ليس عليه شيء، واضح بابا؟ فلا إشكال عليها باعتبار أنها كانت نائمة وغير قاصدة لهذا الأمر أصلا. أحسنتم سيدنا. نعم. هناك قد يقال أن هناك دية، دية القتل الخطأي، دية القتل الخطأي أو الغير العمدي، يقال على أنه لا بد أن، وهذا يمكن أنه تتبار الذمة مع زوجها أو أنه تدفع الدية، أكو كلام يعني، سأنا ما أريد أن أجزم بالمسألة. أحسنتم سيد. رسالة صوتية اللي هي كانت آخر الأسئلة اللي وردتنا من طالبة بالصف الرابع الإعدادي تقول أكو ألم شديد برأسي وأحيانا يؤدي إلى حالات إغماء وهذا مزمن وياي فما أقدر أصوم، فتسأل عن حكم الصوم بالنسبة لها سيد. الله يعافيك يا بابا، وإذا كنت واقعا مثل ما قلتي يعني مثل ما وصفتي فأنت معذورة عن الصوم وتفطرين وديرين بالك على صحتك، إن شاء الله يوم اللي الله يعافيك ترجعين إلى الصوم وتقضين إن شاء الله تعالى. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. شكرا. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم. الشكر موصول لكم أيضا إخوتي الكرام متابعينا الأفاضل، لنا لقاء بإذن الله تعالى يوم غد، لا تنسونا في خالص دعواتكم تحديدا عند الإفطار. شكرا في رعاية الله وحفظه.